احد الاخوه يعني رجعنا هذا السؤال مهم جدا وضروري ونرجو قراءته باكمله. سماحه الشيخ، هل يجوز للانسان ان يطلب من الصالحين ان يدعون له او ان يدعو له؟ اذا كان يجوز فاني اطلب من فضيلتكم الحاضرين بالدعاء لي، لان سهل الله علي حفظ القران وفقهني في الدين وارزقني التاويل وينفع بها المسلمين مع الصلاح والاخلاص في القول والعمل. قولوا امين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه. امين. اصلحك الله ويسر امرك ويحفظ القران الكريم والعمل به وهدنا واياك سير وسير صراطه مستقيم. ولا باس يجوز المسلم يقول يا اخي ادعو الله لي، يا اخي ادعو الله لي اهدني، ادعو الله لي اهدني، لا باس هذا لا حرج فيه. لكن ما يدعى الاموات انما يدعى الاحياء. يقول لحيا اخي ادعو الله لي ان الله يغفر لي، ادعو الله لي ان الله يسلم زوجه صالحه ذريه صالحه، لا باس. اما الذهاب الى الاموات او دعاءه من بعيد ياتي بالبدوي او ياتي بالحسين او يا فلان انصرني او وسع لي، هذا منكر، لا يجوز، هذا من الشرك الاكبر. نعم.